ومعانا دلوقتي ومع حضراتكم قدس ابونا في لوباتير جميل. بنرحب بقدسك. قدس ابونا اهلا بيك يا مدام مول. اهلا بقدسك. احنا كنا النهارده حبينا نوضح مسائل هامه جدا كانت في الجلسه، وقدسك كنت متواجد ايضا في هذه الجلسه. وهل راي قدسك مع دلوقتي سياده المستشار؟ هو انا يعني مش واخد بالي، يا ريت لو تلخصي لي، لان انا هو ما تابعتش قوي الكلام اللي قاله، لان كان تداول بعض الكلام انه ما كانش فيه ممثلين من المجلس العسكري والشرطه في هذه الجلسه، وهو اعلن انه كان موجود. طبعا كان موجود عميد ممدوح والعميد، وكان موجود مقدم العقيد هشام اللي هو معاون المباحث بتاع اسم عين شمس. هو المستشار اشرف شايف ان احنا اخذنا مكاسب في هذه الجلسه، انه فعلا تم اقناع اسرتين او عائلتين مهمين جدا من هناك، وانه تم اعلامهم او يعني في هذه الجلسه اثير ايضا انه المبنى الزاويه ده في مبنى غير يعني مرخص او مبنى عليه مشاكل، وانه حضرتك قدسك كمان يعني الامور كلها كانت اللي بيقوله سياده المستشار ان كانت في صالح الكنيسه. هو الحقيقه طبعا الخط العام او النهائي بتاع الموضوع يعتبر في صالح الكنيسه وفي صالح اعاده فتحها، انما انا بس عندي اضافه انه مش عائلتين بس، انما اكثر من عيله مضوا على الموافقه، من ضمنهم الحاج امام الكرداسي اللي هو احتضن اللقاء، واللي هو منسوب له فيديو بيقول على جثتي لو اتفتحت، ده مضى على فتحها اذا كان هناك تصريح. الحاجه الثانيه انه نمتلك الان، وده يمكن مفاجاه لحضرتك وللمشاهدين، نمتلك الان قرارات لازاله المسجد اللي موجود قدام الكنيسه. لو حد ارقام القرارات، معرفش الاستاذ اشرف قال لحضرتك عليهم ولا لا، كان ذكر تقريبا 4801 ولا حاجة تانية. تمام يا فندم، هم دول مجموعة قرارات الإزالة، لأنه طبعا من ضمن الحوارات اللي كانت تتقال أنه هذا المسجد بني فمن الصعب أنه يسمح بفتح الكنيسة. الحقيقة إحنا عندنا ونمتلك فيديوهات تصوير من داخل الكنيسة وهم بيحفروا أساسات المسجد، يعني الكنيسة كانت قبل المسجد مش العكس. فالحقيقة الأمور القانونية كلها في صالح الكنيسة، في صالح الكنيسة، ولكن المشكلة الآن في أنه الغالبية العظمى من الناس بتردد وتقول إحنا يعني تفاديا للدم، إحقانا حقنا للدماء، مش عايزين الكنيسه تفتح. الحقيقه هذه التعبيرات اللي صدرت في الاهرام النهارده، واللي صدرت في يعني وسائل اعلام كثيره، احنا بنؤكد انه الكنيسه حينما تفتح يمكن ان يسفك فيها دماء، وانا باكد لحضرتك انه لا مانع عندنا ابدا ان تفتح الكنيسه ويسفك دماء. فالمساله ما فيهاش مشكله بالنسبه لنا، يعني لكل من يردد انه مش عايز حقنا للدماء، لا، يا اهلا بسفك الدماء وتفتح الكنيسه، لانه احنا اتربينا على كده، وكنيستنا يعني اتبنت على دم الشهداء. تمام، ده حلو جدا هذا التصريح من قدسك قدس ابونا في لوباتير، يا اهلا بسفك الدماء وتفتح الكنيسه. وانه في اصرار طبعا دلوقتي على انه المجلس العسكري ووزير الداخليه كان قال لقدسك قرار شفهي بانه هتفتح الكنيسه، وهذا بمثابه قرار مكتوب. لان انا شخصيا اللي سمعت القرار، فهم على المحك، وزير الداخليه والمجلس العسكري على المحك، وفي اختبار في منتهى الخطورة إن أرادوا لهذا البلد الهدوء، أو إن أرادوا أن يثبتوا حيادياتهم اللي بيتكلموا بيها، فلتفتح كنيسة عين شمس أول كنيسة. لن نقبل ببعض الكنائس يدوها لنا، كنيسة عين شمس هي الكنيسة اللي على المحك دلوقتي، يجب أن تفتح، لأنه لن يقبل على الإطلاق أي خداع أو مراوغة من
اي جهه من الجهات. تمام، حلو جدا. خلينا نقول موضوع اعتصام ماسبيرو يا أوتسابونا، وان كان في بعض الناس متضايقين انه تم تعليق الاعتصام وقالوا احنا ما كسبناش اي مكاسب عشان يتفضل الاعتصام ده ويعلق. ايه راي أوتساك؟ هو بطبيعه الحال في كل مره بيفضل الاعتصام بنجد اصوات رافضه. كل مره يعلق الاعتصام نجد اصوات رافضه. الناس شعره انه يجب الا نعود الا لما ناخد كل حقنا، وده ليهم كل الحق فيه، ولكن مفيش حد بيعطي اعتصام الى الابد. احنا بنخرج لاول مره، ممكن ما ناخدش حاجه في اول مره، وفعلا احنا اول مره ما خدناش حاجه. تمام. ابونا البريء خرج والكنيسه اعيد بنائها، احنا ما خدناش حاجه في اول مره. خرجنا ثاني مره وخدنا مجموعه من الحقوق. هي الحد اقل من الادنى. هنخرج ثاني وثالث ورابع، وانا ارجو ان الناس ما تتشتتش وما تحبطش وما تيأس وما تتقسمش وما تنقسمش، لان احنا بدانا بنعمه ربنا كاتحاد شباب ماسبيرو، وبدا يبقى لنا صوت مسموع وبدا يبقى لنا دور. فمش عايز الناس في كل مره يعني يحصل فضل الاعتصام يبقى فيه رد فعل سلبي. يعني انت عارفه مدام منى، في واحد يعني بساله طب انت مش عايز تفضل الاعتصام ليه؟ يقول لي انا مش همشي من هنا لما الاقي نفسي. لما يلاقي ايه؟ لما يلاقي نفسه. هيلاقيها ازاي طيب؟ انا بقول لحضرتك، فكل واحد بيختلف، انما خلينا نقول ان انتوا اطمنيتوا للناس دي، اطمنيتوا للاتحاد، وشاعرين انه بيسير في القضيه بمنطق قوي ومن منظور قوي، وما بيتلويش ذراعه، وهو ليس من حمائم الشخصيات ولكن من ثقورها. فخلينا بس ان يعني نشتغل مع بعض، ومش كل مره نفض اعتصام الناس تقول ابونا فلوباتير خاين، ابونا متياس بتاع القضيه والاتحاد. يعني التعبيرات دي الحقيقه بتبقى صعبه. صعبه طبعا. لانه احنا عايزين نشتغل، وعايزين نشتغل مع بعض. طب سامحني، معلش سامحني يا أوتسابونا، في برضو رأي يعني معذرة بيقول انه مش مفروض ان يكون في الاعتصامات دي كهنة خالص، ولا يكونوا الكهنة هم اللي ماسكين الاعتصامات دي. ايه رأي أوتساب؟ اهلا وسهلا. احنا يعني ما حدد ما علينا الحقيقة، وهو احنا مش ماسكين الاعتصامات. هو عشان اللي بيقال أوتسابونا، اللي بيقولوا الكلام ده بيقولوا على اساس طبعا البيان اللي كان صدر من قداسة البابا، اللي بيقال انه صدر من قداسة البابا، وكان قالوا نيافة الانبا يؤنس، وانه عشان ما تتحطش الكنيسة المصرية في احراج. ما هو احنا على الرحب والساعة، احنا اساسا كان كل دورنا في الاتحاد او في الاعتصام رعاية الشباب، وده قلت انا في اكثر من مرة، احنا ما كانش لينا دور في التنظيم او في الاستمرار او حتى في الانهاء. يعني مش عايز الناس برضو يعني فجاه ابونا مسياس وابونا فلوباتير يصبحوا هم السبب في الانهاء. طب ما هم كانوا السبب في الشغل اللي احنا عاملينه، او كانوا احد الاسباب القويه اللي مخليه الناس تسمع صوتنا. بعدين احنا تمام. بنعرض كياناتنا وشخصياتنا لمصاعب عديده جدا، انا في حين ان انا اقولها، انما او مش في حل ان انا اقولها دلوقتي، انما الحقيقه يا اهلا باي حد حابب انه يشارك ويقدم ويتواجد في الصداره. احنا بالعكس، ده احنا نكون صعبه جدا. معذرة يعني أوتسابونا، ده مش رأيي بس، أنا زي ما اتفقنا مع مشاهدينا إن احنا بنطرح كل الآراء اللي بتجيلنا، ويمكن أكيد أوتساك مش أول مرة تسمع هذا الرأي مني. لا مش أول مرة ومش هتكون آخر مرة، وإحنا ما بنسمعش الآراء دي إلا بعد ما بيعلق الاعتصام أو يتوقف الاعتصام. تمام. في حاجة أخيرة بقى يا أوتسابونا، معلش. الثورة القادمة، الثورة الثانية 27 مايو، وكان اتحاد شباب ماسبيرو أعلن إن أنتوا نازلين إن شاء الله في هذه الثورة، بالرغم إن في بعض الناس معارضين، إيه رأي أوتساك وتوضح لهم إزاي أو أنتوا نازلين بأي هدف؟ إحنا حاطين تنسيق بيننا وبين الائتلاف، إن إحنا هيتبنوا مطالبنا ويقدموها ويعرضوها من خلال أرضية وطنية، هنخرج معاهم مع احتفاظنا بكل الحق في الخروج في اي وقت الى ماسبيرو اذا ارتأينا ذلك.
شاء الله يوم الجمعة, الجمعة خروج من الاتحاد ضمن الائتلاف وضمن المليونية اللي بتطالب بمجلس رئاسة مدني وبتطالب بدولة مدنية وبتطالب بحقوق مواطنة كاملة غير منقوصة ضمن طلباتها وضمن أجندتها. وأنا بتصور إن إذا وصلنا للدولة المدنية كل مشاكلنا هتتحل. تمام, حلو جدا الايضاح ده, بنشكر قدسك عليه, قدس ابونا في لوباتير, ونتمنى تكون معانا ايضا يعني في الحلقات القادمه نوضح ايضا لو في اي جديد بالنسبه للمسائل دي, وناخد وعد انك تكون معانا يوم الجمعه ان شاء الله. يوم الجمعه يعني ناخد وعد من قدسك او قدس ابونا في لوباتير, علشان ده هيكون ايضا يعني تقرير هام عن اللي حدث يوم الجمعه اللي احنا لسه محدش عارف ايه اللي هيحصل ومنتظرين. وبنشكر قدس ابونا في لوباتير جميل, وهو يمكن المسمى ان هو قائد اعتصام ماسبيرو في هذه الايام, بنشكره جدا على وجوده.